الشهيد أحمد خلف في مدينة رستن تخليدا لذكرى هذا الشهيد الذي يعتبر من أوائل الضباط المشقين الذين رووا بدمائهم ثرى هذه المدينة. جاءت هذه المكتبة بالتعاون والتنسيق بين منظمة اليوم التالي والمجلس المحلي في المدينة لتكون منبرا ثقافيا وتفتح المجال أمام محبي المطالعة وطلاب الجامعات في حال مشاريع التخرج. هذه المكتبة أنها تحوي على عدد من الكتب يضم 8000 كتاب بكافة الاختصاصات، بالإضافة إلى وضع أو جعل هذا المكان مكان لقراءة المثقفين والطلاب والجامعين في المدينة. لسه عم نتوسع في المركز الثقافي ليكون عندنا مسرح، عندنا ديوان للشعر وكل المجالات الثقافية.